أهلا بكم جميعا، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. وكالعادة، نشر التعليم مهم جدا في كل الدول وخاصة مصر. بإذن الله تعالى هنشرح منهج MATLAB Introduction to MATLAB Basics، مقدمة لأساسيات برنامج MATLAB. قبل العمل في البرنامج نريد التعريف بالبرنامج. ما هو برنامج MATLAB؟ MATLAB is a high performance language for technical computing, integrates computation visualization programming and easy to use. بكل بساطة هو برنامج بيسهل حسابات، يعني لكل من درس لغة السيكا من قبل ربما كانت في أشياء معقدة شوية في الالجوريزم، اللي هي لغة يعني طريقة كتابة البرنامج وإزاي بيعمل دوال كتير وكده. ماتلاب هو سهل كل الحاجات دي واختصر الدوال كلها في كلمات بسيطة جدا. يعني بدل تكتب مثلا، كنا بنجيب المحدد في لغة في الرياضة ان احنا نعمل كذا شغل ونطرح ونجمع وكده، لكن في ماتلاب بتحط ده اللي اسمها determine وتحط قيمة الدال. دي فكرة عامة يعني. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدأ شرح برنامج ماتلاب من اول درس لغاية اخر درس بإذن الله، وشكرا للمتابعة.